على المسلم أن يبحث عن البيئة التي يعيش فيها، يبحث عن بيئة لا يتحدث عن الدنيا كثيرا، لأنه سيتعب وسيهلك دينه لا محال. فاختر من الأصدقاء من إذا جلست معه ذكرك بالله، إما بحاله وإما بلسانه، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ولذلك يقول بعض الحكماء، يقول: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أتعس مني حالا، لأني أرى ثيابا غير ثياب التي ألبسها، ومركبا غير المركب الذي أركبه، فصحبت الفقراء فاسترحت. ماذا قال عز وجل؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أكمل آية: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.